Thank you, Dr. Mohammed. I'm always cautious when I have the session just before lunch. So I've brought backup. And this next session really talks about the establishment of the National Fund as an organization, where the strategy started, how we built our information to build the strategy and formulate it, and then how the strategy was translated into an action plan. For the first part, for the part that talks about how we learned from regional experience, from the rest of the world, and more, I would say, more appropriately, the regional experience from the Gulf and from the Asian area. We will have a talk by Datu Hafsa Hashim from SME Corporation Malaysia. She's the CEO, followed by, I'm sorry, it's the other way around. The first talk is Mr. Abdullah Darmaki from Khalifa Fund, followed by Dr. Hafsa. I apologize, I don't know what just happened. Immediately after that, we will go on to hear from the executive team, my colleagues Jihad Al-Gabandi and Mshari Al-Mahmoud, and then we will move to a panel discussion where I will moderate and we will discuss in two phases again the formulation of the strategy and how it was translated to an action plan. I would like to welcome Mr. Abdullah Darmaki first, please, to the podium. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ashab al-Sa'ada, ضيوف الكرام, أول شيء ودي أشكر سعادة الدكتور محمد زهير وأعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني على دعوتي أنا شخصياً أشارك معاكم في هذا الملتقى الأولاني. يشرفني أن أكون معاكم اليوم وأني أكون بعد عضو في اللجنة الاستشارية العليا من 2014. الحمد لله قدرنا أن نشارككم في الاستراتيجية اللي أنتم طورتوها, وأتأمل أن دولة الإمارات أخوانكم اللي في الإمارات يقدرون يساعدونكم على التجارب اللي احنا مرينا فيها من 2007. فأنا عندي برزنتيشن عن دور صندوق خليفة, بحاول أني ألخص المحتويات اللي في البرزنتيشن هذا, وأمل أن المبادرات والأنشطة اللي تقوم بها صندوق خليفة اللي أنا أمثلها شبيهة للتوجه اللي بيقومون الأخوان في صندوق الوطني. صندوق خليفة تأسس في 2007 قرار من المرسوم رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد طول عمره, وبلش عمله في 2008. في فترة كنا نحن جايين على مثل ما يقولون نهاية الطفرة اللي صارت في الخليج وفي العالم, فيمكن كان دورنا في الإمارات دور يحفز الشباب المواطنين الإماراتيين أنهم ينظرون لريادة الأعمال كفرصة ثانية لهم, وأنهم ما يتوجهون كلهم للقطاع العام اللي هو وظائف الحكومة. من أول ما تأسس صندوق خليفة ارتكز على ركيزتين أساسيين. أول شيء اللي هي صقل ريادة الأعمال, فكرة ريادة الأعمال في ذهن المواطنين الإماراتيين, وفي نفس الوقت في مجموعة من المشاريع اللي هي قائمة وما بقادرة تتوسع في نطاقها, لأن اليوم للأسف في الإمارات عندنا البنوك شوية ما تحب تأخذ دور فعال في عملية تمويل هالمشاريع لأنها تنظر لها كمشاريع قابل للرسك. فعملية تعزيز فكرة ريادة الأعمال هذه بحد ذاتها أخذت اجتهاد على مدى السنين السبع الماضية. الصندوق في 2014 في ديسمبر تغير مجلس إدارته, سعادة حسين نويس اللي هو يعتبر من أنجح الأنتربرينورز عندنا في الإمارات, بدأ من ولا شيء واليوم ما شاء الله عنده من أكبر المؤسسات الخاصة اللي هي تمارس عملها في عدة قطاعات,
بس أنا حبيت أنوه إن لو ما تنظرون الأسامي بس أعرفكم على ال representation اللي هم عن هذا. عندنا الأخ محمد الهام محمد الغانم المهيري اللي هو يمثل غرفة تجارة صناعة أبوظبي. نحن نعترف إن Chamber of Commerce عندنا في الإمارات يلعب دور أساسي وهو representing the private sector. عندنا الأخت اليازية اللي هي تمثل شركة آيبك للاستثمارات البترولية عندنا في الإمارات وخارج الإمارات. ونحن نعرف أن شركة آيبك من الشركات اللي عندها أسس في دول مثل كوريا اليابان اسكندنافيا. والحمد لله لو ننظر للبروتوفيليو لصندوق خليفة في عندنا فوق 50 مليون درهم قيمة المشاريع اللي تخدم الأويلينغاس دايركتلي، غير الاندايركت سيرفيسز اللي تقدم الأويلينغاس سكتر. عندنا الأخ محمد نجم القبيسي يمثل أوراق العالمية. التوجه إن شاء الله في المستقبل أن الأساميز هذه اللي يكون عندهم الفرصة أن تريجستر الببليك لستينج أوفرينج في على جلوبال ليفل، وأن الفاينانشال إنستيتيوشن يقدرون أنهم تو انفست في هاي الانتربرايزز. الممثل سعيد مبارك أظن يمكن ما تشوفون اسمه على آخر يمين هناك يمثل جهاز أبو ظبي للاستثمار اللي هي السوفرن ويلث فند، من أهم المؤسسات اللي عندها الدافع انها تدو انفستمنت خارج الدوله بس تحاول ان تشجع الانفستمنت هاي تي الامارات. والاخ خليفه المزروعي اللي هو يمثل البلديه عندنا ابو ظبي، ونحن مثل ما نعرف الامارات واحده من التحديات الرئيسيه اللي تواجهها الاسميز اللي هي الفيزيكال لوكيشن عشان يفتحون المشاريع. الصندوق مثل ما قلت لكم بلش عمله في 2007. نحن راس مالنا 2 مليارين درهم، يعني يمكن يطلعون حوالي 200 مليون او اقل بعد دينار كويتي. الحمد لله مولنا فوق 1000 مشروع. او لو ننظر نحن الافرج انفستمنت كستارت اب وهو يعتبر حوالي 75 او اكثر شويه من البورتفوليو نحن موله كصندوق خليفه، بين المليون و200 ومليون و600 ألف درهم اللي هو الانيشال انفستمنت اللي يحتاج له الشخص عشان يبلش الموضوع. الصندوق اول ما بلش في امارات ابو ظبي، بس نحن ولو نحن جهه محليه نحن عندنا في الامارات عندنا النظام الستيت مع الفدرال يعني الاتحادي بعد ويانا بس نحن الحين نغطي كل الامارات. عندنا فتحنا فروع في 2011 في راس الخيمه والفجيره وعمان عشان نخدم المواطنين المجتمع اللي يواجهون مشاكل ان يحصلون فرص عمل في هاي المناطق اللي هي ما تعتبر المناطق الرئيسيه الاقتصاديه. مثل ما قلت لكم في البدايه الركيزه الاولى اللي هي موضوع الفاسترنج انتربرينورشيب. الصندوق يقوم بدورات تدريبيه وتاهيليه للمواطنين اللي هم لهم رغبه انهم يغامرون في عمليه فكره رياده الاعمال بس ما يعرفون شو الريكويرمنت شو التحديات اللي يمكن يواجهونها. فنحن نقوم بدورات تدريبيه وتوعيه للاخوان المواطنين والمواطنات ان كان دايركتلي مع عن طريق الصندوق او مع المعاهد التعليميه، وفي بعض الانستتيوشنز اللي احنا نتعامل معاهم من خارج الدوله في وحده منهم اللي يسمونها الجونيور اتشيفمنت اوورد ستارت اب ويكند اللي هي كوفمان فاونديشن. هاي كلها ادوات تعطي الحافز للشخص اللي هو للرغبه انه يكون انتربرينور يعرف شو الكرايتيريا اللي هو شو المتطلبات اللي عليه عشان يمارس عمله في هذا المجال. نحن اكيد مثل الشعب الكويتي الامارات حوالي 65% من عدد التركيبه السكانيه اغلبيتهم تحت العمر ال 30، فنركز على الشباب اللي يدرسون ويتخرجون نحاول نسوي لهم مسابقات فعاليات وبرامج ان كان في الدوله وخارجها. نحن السنه هذه مثلا شاركنا مع سفارتنا في بريطانيا نتواصل مع الطلبه اللي يدرسون في اثناء الفتره الاخيره اللي هي سينيور ستيج ونكلمهم ونعطيهم المعلومات اللي هم يحتاجونها عشان يعرفون شو فكره الاستثمار في الانتربرينورشيب بس يتخرجون ان شاء الله ويرجعون الامارات. اغلبيتهم هذول رايحين منح دراسيه اوريدي عندهم فرص عمل ويرجعون، يعني اغلبيتهم عندهم وظائف. ونحن يمكن هذا الشيء اللي يفرقنا عن الصندوق الوطني، وانا صراحه يعني ودنا نكون مثل اخواننا في الصندوق الوطني انه كثير من اللي يتقدمون عندهم وظائف بس نحن الفكره والهدف المستقبل من القياده انه اصحاب المشاريع هذيلا ان كانوا عندهم وظائف ويوم يشوفون ان في نجاح في مشاريعهم انهم يتفرغون لمشاريعهم. بس نحن للاسف ما عندنا قانون يساعدنا في هذا المجال بس ويمكن لان ما فكرنا فيها في 2007 يوم تاسس القانون. غير المشاريع الاقتصاديه في عندنا مشاريع او برامج اجتماعيه. اول شيء خليني بكلمكم عن المشاريع البرامج التمويليه اللي تشوفونها قدامكم على الشاشه.
75 او اكثر عن 75 من مشاريعنا في برنامج اسمه بياد بدايه اللي هي ستارت اب لونز، تعطي حد وهو حوالي 3 مليون درهم عشان المشاريع اللي هي التقليديه. نتكلم الجروث بزنسز اللي هم عاده ينظرون الماركت اوبورتونيتيز في الامارات وحتى خارج الامارات، نعطيهم قروض حوالي 5 ليوصل للسقف ال 5 مليون درهم. لأن إمارة أبو ظبي الحمد لله احنا حوالي 85% من مساحة الأرض تحت إمارة أبو ظبي، ففي عندنا مساحات الدولة أعلنت عن استثمارات في مجال الصناعة، ولأنها أعلنت في استثمارات في مجالات الصناعة شفنا عدد كبير من المواطنين اللي هم يبون يعني يستفيدون من الأبستريم اللي فيها، إن كان في البتروكيميكال أو في الحديد أو في الأويلينج أس أو حتى في الألمنيوم. فطورنا برنامج تصنيع اللي هو يساعد على المينستريم، انه كيف تقدر تستفيد من الابستريم ديفلوبمنت واد فاليو وتزيد القيمه للمنتج وينباع في السوق المحلي. برنامج زرعي هذا يعتبر من الخدمات الاساسيه اللي موجوده في الامارات. نحن نعرف ان الامارات او امارات ابو ظبي على الاقل في عندنا مساحات كبيره تتحول لمزارع الدوله. دولة الإمارات متركزة على أن تورد كل الاستهلاك المأكولات المطلوبة، وفي وجود تكنولوجيا اللي مثل الهيدروبونيك شجعت المواطنين أنهم يستخدمون التكنولوجيا هاي لسبة أنه ما تستهلك مياه كثيرة، والطاقة اللي محتاجة أنها لها ليميتيشن. فالبرنامج هذا خصوصا في 2013-2014 شفنا طفرة الحمد لله على الموجود. برامج مثل ما قلت لكم البرامج الاجتماعية، في عندنا ثلاث برامج اجتماعية، برنامج خطوة، لا اسمحوا لي، البرامج التمويلية هاي برامج خطوة، والمتانة الصغرى والحاصلة هذه برامج اجتماعية تمويلية، المايكرو فاينانسينج هو أول اثنين، والبرنامج الثالث اللي هو حق الصيادين السمك خصوصا في الإمارات الشمالية صوب الفجيرة. شوف كثير من المواطنين يواجهون صعوبة في أنهم يحصلون على تمويل، إذا مثلا بيعدل على القارب أو بيشتري مكينة أو بيأخذ أدوات صيد، والبنوك أجين ما عندهم الرغبة أنهم يمولون المبالغ البسيطة هاي اللي يتكلمون عنها الأصحاب. وللعلم أن كل الصيادين السمك عندنا قانون في الإمارات أن كل ما يمكنون حتى نأخذ لازم يكون مواطن، فأنت لازم تمول في نهاية اليوم أو تحفز المواطن أنه يدخل أو يمارس عمله في هذا المجال. البرامج الاجتماعية، اسمحوا لي، البرامج الاجتماعية الله يسلمكم، نحن كصندوق خليفة الشيخ محمد بن زايد طول عمره ولي عهد أبو ظبي شاف أن اليوم نحن عندنا في بعض الأنشطة في العادات والتقاليد قامت يعني تدهور، ما لها أونر، ما لها حافز أنها تستمر. فطورنا برنامج صوغة اللي هو برنامج الحرفيات، بدينا في الإمارات في الغربية مع الأمهات اللي هن فوق 40-50 سنة عندهم مهارات في السدو وفي الخوص وفي في بعض الابلكيشنز. والبرنامج الحين مكمل عليه حوالي 4 سنين، اذا حد من الاخوان الخوات اللي يطلعون على ابو ظبي ويطلعوا من ابو ظبي لبريطانيا او اي دوله ثانيه على طيران الاتحاد بتشوفون ان الهديه الجفت باوتش التويلتي باوتش الكرامه هاي اللي تنعطى في الطياره اصلا صناعه يدويه اماراتيه تحت برنامج صوغه. فهذا بس من النجاح اللي قدرته. اليوم احنا شفنا ان في بعض الامهات لهن دخل من هالبرنامج يوصل ل 40,000 درهم شهريا، يعني هاي بس على حسب طاقتها تقدر ان تدخل في هذا المجال. الرده واشراق برامج اجتماعيه للمدمنين واللي نزلوا السجون، برامج الشيخ محمد بن زايد مره ثانيه زار المواطنين اللي في هاي المراكز العقابية وحاول أنه يحفزهم أنه بعد ما يفرج عنهم بمرسوم رئيس الدولة أنه يكون لهم فرص عمل أو فرص في ريادة الأعمال. نعطيهم awareness campaign session على شو entrepreneurship، ونرحب بهم أول ما يفرج عنهم على أساس أنه نقدر نساعدهم في هذا برنامج أمل. هذا من برامج الأساسية اللي صندوق يعني يرتكز فيه مع مؤسسة ثانية اللي هو حق المواطنين اللي عندهم تحدي في إمكانية استخدام ذوي احتياجات الخاصة، استخدام الفرص اللي موجودة تحت البرنامج. فأنا يعني صندوق خليفة اللي نحن نسويه ما يختلف وايد عن
الخدمات والمبادرات اللي تقدمها الصندوق الوطني تشوفونها مثل ما هي، يعني احنا نقدم خدمات استشارية، البرامج التدريبية نحن نقدمها مع المعاهد التعليم، كانت مثلا مع سوربون يونيفرسيتي، مع انسياد، مع وورتن سكول اوف بزنس، هذه الانترناشنال انستتيوشنز، عندنا جامعة الامارات الشارجة، جامعة الامارات في العين. وفي نفس الوقت صاحب المشروع بعد ما يحصل على القرض يواجه بعض التحديات في تطبيق المشروع، ونحتاج نحن بعد نكون يد بيد مع 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 اصحاب المشاريع هذه على اساس نعرف شو التحديات وكيف نقدر نساعدهم. كثير من الشكاوى اللي تينا اللي هو غياب وجود ريجوليشن يساعد الاساميز اليوم في الامارات، وهذا فعلا هذا شيء واقع، بس الاخوان في مجلس الوزراء وعدونا ان شاء الله بيكون في تشريع لهذا الموضوع هذا. الخدمات المساندة، أنا بس حبيت أذكر أن نحن اليوم صندوق خليفة عندنا حوالي 1000 مشروع مولناهم، 1100، 370 منهم هذول قائمين في 30 مشاريع في قيد الإنشاء، يعني نتكلم عن حوالي 60% operational success. نحن أنا بعض الإخوان اللي موجودين اليوم معانا سألوني سؤال اللي هو مدى نجاح المشاريع، أنا دوم أجاوب السؤال بسؤال ثاني، عرفني شو 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 نجاحك أنت، كيف تعتبر نجاح؟ هل هو المشروع اللي هو قائم اللي هو قادر يسدد القرض اللي عليه، أو المشروع اللي هو قادر يدخل ويكون لعائد للاقتصاد؟ فنحن ننظر كل العناصر هاي. وفي نفس الوقت شفنا في المرحلة الأخيرة أن مشاريع اللي هي قائمة وكملت على نفسها 3 سنين لها قابلية أن يكون لها الأكسس للجلوبال ماركت. فالإكسرسايز اللي هو يقدم المفهوم العام عن كيف تأكسبورت البرودكت والسيرفيسز هاي مهمة للأساميز اللي عندنا في الإمارات، خصوصا اللي كان في أبو ظبي وفي دبي. بعض المعلومات بسيطة أعطيكم إياها عن الأنشطة اللي قمنا بها. نحن حوالي من أول ما تأسس صندوق خليفة 13,000 مواطن تقدموا وسجلوا عندنا، نحن اللي تدربوا حوالي 6,500 مواطن. في عندنا حوالي 20% من المشاريع اللي اعتمدت تمويلها، يعني مروا كل المراحل الأساسية على أساس يوصل عملية موافقة من الصندوق عشان نمول المشروع، بس بعدين قال لك والله لا أنا ما أريد أكمل لأسباب مثل أنه ما بقدر أحصل الموقع المناسب، الإيجارات غالية، التشريع مش واضح بالنسبة لي، إذا بغيت أضيف نشاط اقتصادي زيادة لازم أرجع وزارة الاقتصاد أو الدارة الاقتصادية. فهذه التحديات أنا أمل إن شاء الله أن الصندوق الوطني يقدر يجاوبها بأسرع وقت ممكن، لأنه فعلا يعني 20% أنا لو تفكرون أن الشخص هذا خذ يمكن حوالي 3 أشهر لين ما وصل المرحلة هاي وبعدين يقول لك لا أنا ما أقدر أكمل، هاي بعد يعني عيب علينا، نحن ما بقادرين أن نسهل عملية إنشاء المشاريع. بس الرقم هذا اللي تشوفونه قدامكم 290 مشروع، هذا لأنه كان يعني نحن هاي إحصائيات سويناها بداية السنة، وصلنا 370 مشروع، يعني اعتبر أن هذا good indication عن وين احنا واصلين على الاسمي فرانت، خصوصا مثلا نتكلم مع البلديه ومع الديفلوبرز اللي هم يتكلمون عن مشاريع ضخمه، نقول لهم اوكي تعال لحظه وين الاسمي كومبوننت في مشروعك، يقول لك لا هذا قطاع، احنا نقول لا هذا مو قطاع، الاسمي مش قطاع بحد ذاته، الاسمي يخدم قطاعات مختلفه في الدوله ان كانت في الامارات وخارجها. شيء طبيعي بس نعطيكم فكره ان مثلا في مدينه العين نحن أول ما بدينا كان نسبة مشاركة السيدات في البرامج التدريبية في 2013 كان 15%، السنة الماضية وصلنا 52%، يعني هذا بس دليل حد ذاته أن اليوم ما شاء الله الإماراتيات عندهم رغبة أنهم يدخلون في هذا المجال لأسباب مختلفة، أنهم عندهم ما شاء الله ثقافة عالية، الفرص العمل للنساء في منطقة مثل العين صعبة، فينظرون للأنتربرينورشيب كفرصة لهم غير أنهم يجلسون في البيت. البرامج مثل ما قلت لكم، القطاعات المذكورة هنا الزراعة اللي هي بيسكلي السيرفيسز والتريدينج والصناعة. هاي هذا آخر سلايد أنا بس بكلمكم عنه اللي هو شو العائد الاقتصادي. نحن اليوم سوينا دراسة مكثفة في نهاية 2014 بس نبغى نعرف الانفستمنت اللي دخلناها في الأسمي شو العائد الاقتصادي. شفنا أن لكل درهم حوالي 4 دراهم اللي هو الريفينيو جنريشن اللي صاير عن طريق الأساميز، وهذا يعني دليل بحد ذاته أن الوزارة وزارة الاقتصاد قامت تهتم على الأجندة الأسمي في كل الاتفاقيات الدولية اللي تسويها، لأن فعلا نشوف أن هذا عنصر رئيسي. لو نحن نتكلم من لو كان البرزنتيشن هذا من 3 سنين
بقول لكم إن الكلام غير صحيح. يعني كانوا ينظرون للمشاريع الضخمة مثل مشاريع مبادلة وغيرهم اللي عندنا في الإمارات. المشاركة في أو دورنا مع المؤسسات الدولية، نحن عندنا علاقة مع الـIFC الوورلد بنك البنك العالمي، في عندنا واحدة من الأدوات اللي نحن نستخدمها. والدكتور زهير بعد جزاه الله خير يعني ما قصر، أنا حب إنه يجيب البلاتفورم هذا للشعب الكويتي، وأنا أشوف أنه فعلًا يعني محتاجينه اللي هو الـSME Toolkit. في عندنا المنافذ التمويلية اللي هي قصي اللي هي تشتري المنتجات، إن كان مثل الكارفور والمحلات واشتران الاتحاد والمبادلة هذيلة. البنوك يعني لهم دور، بس أجين يعني في إمكانية إنهم يحسنون الخدمات والأدوات اللي تقدمها، بحسب إن كل التعامل الحين كصندوق لي فكله عن طريق البنوك اللي موجودة. العلاقات الدولية مع الـOECD، إحنا عندنا من أهم البرامج اللي نقدمها عن طريق الـOECD وعن طريق United Nations Development Organization، وفي عندنا علاقات تانية مع اليابانيين. بحكم ان شيوخنا طول عمرهم يحبون المودلز اللي في سنغافوره وفي اليابان، احنا فنحن لازم ان نكون معاهم في نفس المسار. هاي احصائيات عن يمكن تسمعتوا في الفتره الاخيره ان الامارات مثل الكويت وبعض الدول الخليجيه قامت تساعد الاخوان والخوات اللي في جمهوريه مصر، فنحن خصصنا 200 مليون دولار على اساس نساعد ندعم الاساميس في مصر مع صندوق اللي هو التنمويه اللي هناك الـSFD. حطينا آلية للمراجعة التنفيذ المبالغ هالقروض، والفوائد يعني احنا الحمد لله يمكن في نعمة ان يوم نتكلم عن الفوائد اللي تنطرح، هي الفائدة بس تغطي الاوبريتنج كوست لتنفيذ المبادرة هاي. فاسمحوا لي انا بوقف هنا، لان متأكد ان في بعض الأسئلة بعدين تسألونيان. أرجو أن قدرت أعطيكم فكرة عن شو دور صندوق خليفة، وأرجو أن الصندوق الوطني فعلا يقوم بنجاحه اللي هو حاطنها حق نفسه. وفي نفس الوقت الصندوق صندوق خليفة يعني نحن من أهم يعني اللي تعلمناه في الفترة الأخيرة اللي هو ثقافة ريادة الأعمال في ذهن الشعب الإماراتي. لو ننظر للمواطنين الإماراتيين اللي يونا من حوالي 3-4 سنين اللي يقول لك والله أنا بقرض عشان بشتري سيارة، واليوم ما شاء الله الحمد لله يعني في ناس تقدموا على مشاريع قدروا يتوسعون مبلغ في الدول في الإمارات. بعد حتى أنا سمعت إن في مشروع الحين قام يسوي فرانشايز في الكويت وفي السعودية، فهذا بحد ذاته يعني يبين إن الشعب الإماراتي قام يتفهم عملية الانتربرينورشيب وشو التحديات اللي يقدر يواجهها على أساس يكون مستعد في المستقبل إن شاء الله. ومشكورين، جزاكم الله خير.